أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية. أخيرا جاء إعلان تحرير العاصمة طرابلس الكبرى بالكامل من ميليشيات مجرم الحرب حفتر، وذلك على لسان المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد طيار محمد جنونو. آلاف من الليبيين انتظروا هذا الإعلان بفارغ الصبر، وكلهم أمل إلى غد أفضل تنتهي فيه الحروب والمآسي وتبنى فيه الدولة المدنية، دولة القانون والعدل والحق. وفي انتظار أن تكتمل الفرحة الكبرى بعودة ترهونة ومن بعدها سرت، لتكون الوجهة الأخيرة إلى الرجمة آخر معاقل حفتر في ليبيا، نشاهد تحركات دولية ومساع لحلحلة الأمور سياسيا، جعلت السراج يطير إلى تركيا وسيالة إلى موسكو، وفي المقابل يتجه مجرم الحرب حفتر إلى مصر. فهل سنشاهد تسويات سياسية بعد هذه الهزائم النكراء لمجرم الحرب حفتر؟ وهل سيقبل الليبيون مثل هذه التسويات أو فلنقل التنازلات بهذه البساطة؟ نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نعود لنرحب بضيوفنا الكرام. سيكتب التاريخ أن أسير حرب حاول أن يبني أمجاداً واهية بمحاولة احتلال عاصمة بلده، مستعيناً بمرتزقة من قارات العالم الثلاث، آسيا وإفريقيا وأوروبا، ولكنه فشل. ولكن لن يستشعر مرارة هذه الكلمات إلا من عاصر هذه الحقبة من هذا التاريخ، سواء كان معارضاً أو مؤيداً. فهذه الفترة من التاريخ كلفت ليبيا سقوط آلاف من أبنائها بين قتيل وجريح، ومئات آلاف من النازحين، وتدمير آلاف المباني في الشرق والغرب. كل هذه الخسائر التي تكبدتها ليبيا في أبنائها وبنيتها التحتية، والتي أرجعتها إلى الوراء عشرات السنين، كانت فقط من أجل رغبة حفتر في حكم ليبيا. الحرب ما زالت مستمرة، ولكننا بانتظار نهايتها في هذه الأيام، فالانتصارات المتتالية لقوات الجيش الليبي في أغلب المحاور التي توجت بتحرير عين زارة ووادي الربيع تحريراً كاملاً بعد أن حرر المطار، وبدأ في تحرير ترهونة، تبشر بانتهاء قريب لمشروع الكرامة. فإن كل هذه الأحداث تطرح السؤال البدهي بحسب كثير من المتابعين: ماذا بعد تحرير طرابلس والمنطقة الغربية بالكامل؟ ظهرت أصوات عديدة هذه الأيام تدعو إلى الجلوس لطاولة الحوار ووقف إطلاق النار، من أبرزها بيان الأمم المتحدة التي أعلنت فيه قبول الأطراف الليبية باستئناف المحادثات. ولكن هذه الأصوات الدولية وبحسب المتابعين أيضاً لم تكلف نفسها البحث عن من بدأ بإطلاق النار، ومن الذي قلب طاولة الحوار على رؤوس المتحاورين، أو ربما تعرف ولكن لن تعترف. وبحسب بعض المدونين فإن التنديدات التي تطلقها حكومة الوفاق لن تكون كافية إلا بخطوات عملية، مثل اتخاذ إجراءات فعلية لتجريم عملية الكرامة وتقديم قادتها للمحاكمة، كذلك قطع العلاقات مع الإمارات ومطالبتها بالتعويض، وأيضا تفعيل قانون الحرس الوطني الذي يعتبر مهماً جداً في هذه المرحلة. هناك حكمة مشهورة تقول: من قام بنصف ثورة فكأنه يحفر قبره بيديه. فقد أجمع السياسيون والعسكريون وكل من لديه علم بفقه السياسة على ضرورة إنهاء مشروع حفتر من ليبيا، والعمل على توحيد الصفوف وتحقيق الأهداف التي نادت بها ثورة فبراير. فهل يعي الليبيون هذه الحقيقة بعدما عانوه من ويلات الحروب من قتل وتدمير؟ مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيوفنا معي هنا في الاستوديو، الأستاذ المهدي كشبور المحامي والخبير القانوني. مرحبا بك سيد المهدي، ومعنا أيضا من استديوهاتنا في طرابلس الأستاذ محمد النعاس المحلل السياسي والعسكري.
لعلي أبدأ معك أستاذ محمد النعاس بعد الترحيب بك حول رؤيتك لهذا الإنجاز العسكري والإعلان عن تحرير منطقة طرابلس الكبرى بالكامل. كيف تنظر عسكريا إلى هذا الإعلان؟ أحييك وأحيي ضيفك الكريم وأحيي كافة مشاهدي هذه القناة المجاهدة المباركة. قبل حوالي شهر في نفس مثل هذا اللقاء قلت بأن العدو الآن يعيش مرحلة ما قبل الانهيار، أظنك تذكر ذلك أستاذ عبد الرحمن. والآن العدو في حالة الانهيار، عن جيش العدو الآن في حالة انهيار كامل، فهو ينسحب انسحابا غير منضبط، يترك وراءه مئات الأليات، يفجر بعضها ويترك الآخر. القوات الأجنبية المرتزقة التي تسانده انسحبت من أرض المعركة. انكشف في وضعه الحقيقي، وهو أن عناصره المقاتلة أكثرها قد مات في هذه الحرب القذرة العبثية التي لعبت بأرواح الليبيين. ظهر الآن على حقيقته، وقلنا في أول شهر من هذه الحرب أن هذا الجيش لن يستطيع ولن يتمكن من السيطرة على طرابلس، لأنه بالمفاهيم التكتيكية والاستراتيجية حجمه ووزنه لا يسمح له بذلك. كذلك بعد خط إمداده الذي يبعد إلى حوالي 1200 كيلومتر، قلنا لو أيقظنا حتى رومل أو مونتجومري من مرقده وقلنا له خذ مثل هذه المعركة لتردد 1000 مرة وقال هذا عبث لن أخوضه. ولكن المجرم حفتر مهيئ لكي يخوض مثل هذا العبث ولكي يتلاعب بأرواح الليبيين. اليوم وقعت الواقعة بالنسبة له، انهار في جبهة طرابلس. الآن قد نرى غدا قواتنا تكتسح ترهونة حتى بدون قتال له قيمة، لأن جيشه لم يعد قادرا على حماية قاعدته العسكرية المتقدمة في ترهونة، وكذلك قاعدته التموينية المرافقة لها هناك. إذن جيش حفتر انهار في المنطقة الغربية والقتال قد توقف. عندما نقول توقف لا نقول انتهى. إذا وصلنا طورت عملياتنا واكتسحنا قاعدة الجفرة أو حيدناها، عندها نستطيع أن نقول أن القتال في المنطقة الغربية قد انتهى، وتكون المعركة الاستراتيجية القادمة هي سرت، استرداد سرت وقاعدة القرضبية مهم جدا جدا، وهي المفتاح الطريق إلى برقة. هذه الحقيقة يجب أن نعترف بها. كذلك نود أن نذكر أبناءنا المجاهدين وأبناءنا المقاتلين ألا يتركوا مواقعهم، لا يستسلموا لنشوة النصر إلا إذا صدرت لهم تعليمات من غرفة العمليات التي تقود القتال، إلا إذا صدرت لهم تعليمات من قادتهم الميدانيين: لا تنسحبوا يا أبنائي وإخواني، لا تتركوا مواقعكم، لأن العدو قد يضطر إلى عمل بعض الأعمال التمظهرية، تمظهر أمام العالم أنه ما زال يستطيع يضرب، قد يضرب ضربة جوية. فدعوا آلياتكم متباعدة عن بعضها، اثبتوا في مواقعكم، لا تتجمعوا كأفراد، لابد أن تأخذوا كافة التحوطات، لأن المعركة لم تنتهي بعد. لا تحتفلوا بالنصر الآن، ليس وقت احتفال. اتركوا الرأي للبندقية الآن والمدفع والطيارة، هي التي تقول لكم انسحبوا أو لا تنسحبوا. غرفة العمليات هي التي تقول لكم انسحبوا أو لا تنسحبوا. لا ترتكبوا شططا، لا تركبوا شططا، ولا ترتكبوا حماقة. أنتم ما زال في المعركة، انتبهوا لهذا. بارك الله فيكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا وأن يسكنهم فسيح جنانه وأن يجزيهم عنا خير. لولا هؤلاء الأبطال الشباب المجاهدين الشجعان والله سنكون في ورطة. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى الذي سخانا هذا الحليف الأخ المسلم التركي، ربما يعني نكون في ورطة أكبر. فالحمد لله على هذا النصر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا النصر بواسع رحمته وبركاته، وأن تدخل بلادنا ليبيا إلى بر الأمان في أقرب الأجل إن شاء الله. نعم، ابقى معي رجاء أستاذ محمد النعاس، لدي العديد من الأسئلة حول الشأن
العسكري، لكن دعني أتحول إلى السيد محمد إسماعيل الباحث السياسي وقد انضم إلي عبر الهاتف. بداية أرحب بك سيد محمد إسماعيل، كيف تنظر إلى هذا الانتصار الذي حققته اليوم قوات بركان الغضب بتحريرها منطقة طرابلس الكبرى بالكامل؟ كيف تنظر إليه من وجهة النظر السياسية؟ سيد محمد إسماعيل، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد محمد إسماعيل. إذن أعود إلى ضيفي هنا الأستاذ المهدي كشبور، وأحيل إليك يعني نفس السؤال. ربما لطالما انتظر الليبيون هذه اللحظة، يعني لحظة تحرير العاصمة وتأمينها بالكامل، مناطق عين زارة ومطار طرابلس الدولي وقصر بن غشير إلى ما هنالك يعني من المحاور، معارك استمرت لأكثر من سنة كانت شديدة ويعني ارتفع فيها العديد من الشهداء، سقط فيها العديد من الضحايا المدنيين. الآن تم تحقيق هذا الإنجاز الكبير وهو تحرير منطقة طرابلس بالكامل، كيف تنظر إليه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة هو اليوم بمثابة عيد يعني بالنسبة لأهلنا في ليبيا عامة وفي طرابلس خاصة، سيما أن هذه المدينة اليوم يعني تحمي ثلث الشعب الليبي تقريبا لهذه المدينة، وبالتالي نحن نتحدث عن تحرير ثلث الشعب الليبي من تهديد خليفة حفتر وقذائفه العشوائية وإجرام ميليشياته ومرتزقته. وبالتالي نحن نستطيع أن نقول حققنا أكثر من نصف المشوار، باعتبار أن هناك مدن تحررت في السابق، غريان وصبراتة وصرمان والأصابعة التي أعيد تحريرها أيضا مجددا. وبالتالي الآن يعني حكومة الوفاق اجتازت أكثر من نصف المرحلة وهي النصف الأصعب، الآن ما زال النص الآخر وهو تحرير المنطقة الشرقية. اليوم هذا التحرير هو بداية الإعلان عن المرحلة الثانية أنا كما أنظر إليه، وهناك العديد من المؤشرات، يعني التقاء سيد معيتيك مع سيرجي لافروف في روسيا، وسيرجي لافروف هو يعني بمثابة الرجل الثاني في روسيا، وبالتالي أعتقد أنه هناك تفاهمات، سيما أن بعد الاجتماع تم التأكيد على أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية والمعترف بها وما إلى ذلك، وبالتالي يبدو أن هناك حدثت تفاهمات على ضوءها تم انسحاب قوات الفاغنر التي كانت موجودة في المنطقة الغربية وانسحبت إلى قاعدة الجفرة، وقد شهدت أرتالها تخرج باتجاه بن وليد ومنها إلى قاعدة الجفرة. أيضا مواقف الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت واضحة بأن يعني ما يقوم به خليفة حفتر هو إجرام وجرائم وما إلى ذلك، هذا يعطي مؤشر جديد أن الالتجاء إلى محاكمة خليفة حفتر اليوم أو زيادة التضييق على خليفة حفتر، وبالتالي داعمي خليفة حفتر سيفقدوا الأمل في استمرار هذا المشروع، وبالتالي بدأوا اليوم في أو بدأوا منذ فترة هم يحاولوا أن يمهدوا، واليوم أعلنوا صراحة أنهم سوف يذهبوا إلى حوار وخمسة خمسة. هو يعني هناك العديد من التحركات السياسية التي تزامنت مع هذا الانتصار، وأبرزها ربما هو زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى أنقرة ولقائه بالسيد الرئيس رجب طيب أردوغان. لكن أريد أن أسألك يعني في سياق حديثك حول انهزام حفتر وانكسار شوكته، ألا ترى أنه ربما من المبالغة اعتبار هذا النصر هو هزيمة كبيرة لحفتر باعتباره لا يزال ربما يسيطر على المنطقة الشرقية بالكامل أو ربما أكثر من نصف ليبيا حتى الآن؟ لا يعتبر يعني حفتر لا يزال موجودا بقوة في المشهد، في خاصة بسيطرته هذه على نصف ليبيا؟ إذا بنتكلم عن نصف ليبيا هو 90% من ليبيا صحراء، إذا هو يسيطر على أغلب المناطق التي هي صحارى، وبالتالي أغلب المناطق التي سيطر لها لا قيمة لها، سواء الشريط الساحلي مكون من أربع مدن كبيرة وهي بنغازي، إجدابيا، بنغازي، المرج، البيضة، درنة، وطبرق.
وبالتالي هذه المناطق هي تدعم خليفة حفتر حقيقة، ليس حبا في خليفة حفتر ولكن لأنها يعني تورطت مع خليفة حفتر، هي استعملت خليفة حفتر في مرحلة ما لفرض نفوذها في منطقة الشرقية، ومن ثم كان طموح خليفة حفتر الوصول إلى طرابلس، فكان يعني فرض عليهم قوات من يعني جنجاويد وما إلى ذلك. هذه القوات أجبرت المقاتلين في المنطقة الشرقية أن يذهبوا مع مشروع خليفة حفتر إلى طرابلس لكي يوصلوا خليفة حفتر إلى طرابلس ويتخلصوا منه في المنطقة الشرقية. ولكن الآن هذا الهدف انهزم، وبالتالي يعني انهزم مشروع خليفة حفتر، لأن من موجود اليوم في المنطقة الشرقية لن يرضى بخليفة حفتر على رأسه، وإن خليفة حفتر هو يريد العاصمة والعاصمة حرمت منه. أيضا يعني التململ وكثرة الموت في المنطقة الشرقية سبب يعني تردد في المواقف وتغير في المواقف لاحظ يعني منذ بداية عملية الكرامة وإلى اليوم هناك العديد من أبرز قادة عملية الكرامة انشقوا عن خليفة حفتر، انشقوا لسبب أو لآخر ولكنهم انشقوا. يعني سيكون لهذه الهزائم انعكاسات حتى بالتأكيد على مناطق سيطرته حتى إن اليوم كان هناك اجتماع كبير لثوار المنطقة الشرقية في المنطقة الغربية، واتفقوا حتى على يعني الانضمام كلية تحت غرفة عمليات تحرير المنطقة الشرقية، وبدأت حتى الترتيبات لتحقيق هذا الهدف. وبالتالي الرؤية واضحة. أيضا كان هناك يعني تشكك أو تخوف من موقف المجلس الرئاسي أو تحديدا السيد فايز سراج في العودة للحوار الذي كان قبل 4-4. اليوم بالموقف الذي يعلن في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن ماضون إلى فرض سيادة حكومة الوفاق على كامل ليبيا، وأن خليفة حفتر لن يكون طرفا في الحوار، وأن خليفة حفتر سوف يلاحق ويحاكم، وبالتالي وأن هناك ملفات قدمت للأمم المتحدة ضد الدول الداعمة لخليفة حفتر. إذن الرؤية واضحة لدى القيادة السياسية، والرؤية واضحة لدى القوات العسكرية، وبالتالي نحن ماضون نحو الهدف. الأمر ليس معقد بشكل كبير. سنعود لهذه النقاط ربما في محاولة لقراءتها بشكل أعمق وأكبر، ولكن دعني أشرك معنا الدكتور طارق دعوب، انضم إلينا عبر الهاتف وهو أحد أعيان وثوار مدينة إزليطن. مرحبا بك دكتور طارق. مرحبا بكم وبجميع المستمعين وبجميع المتابعين لهذا البرنامج وإلى إذاعتكم قناتكم قناة التناصح، حقيقة مشكورين على المتابعة بكم. نعم دكتور طارق، يعني بداية نهنئكم بهذا الانتصار الكبير الذي حققتموه بتحرير مدينة طرابلس الكبرى بالكامل. أنتم يعني في مدينة إزليطن ويعني شريحة الثوار والمقاتلين، كيف تنظرون إلى هذا الإنجاز وإلى هذا الانتصار؟ الحقيقة اليوم الانتصار هو انتصار لجميع الأحرار ولجميع الثوار في ليبيا، ليبيا التي يجاهد أبنائها من أجل أن تكون دولة مدنية حديثة لها دستور ولها راية معتمدة في العالم ولها احترام عالمي وتقدير عالمي. هذه الدولة التي يسعى أبناؤها لأن يكون لها حضور ولها وجود في المشهد السياسي، سواء على الصعيد المغاربي أو على الصعيد العربي أو على صعيد الأمم المتحدة. اليوم هذا الانتصار هو يمثل انتصار لجميع الثورات، لجميع المناضلين الذين يناضلون لأجل احقاق الحق ولأجل الحرية ولأجل العدالة ولأجل بناء مؤسسات الدولة بعيدا عن العسكرة وبعيدا عن حكم الفرد الذي يريد أن يستعبد الناس. فهذا الانتصار حقيقة، واليوم الرايات التي رفعت في جميع المدن هو انتصار حقيقي لإرادة الثوار، أن إرادة الثوار لا تهزم، وأن من توكل على المولى عز وجل وله قضية، قضية وطن وقضية الدفاع عن الشرف وعن الأرض، بأنه بإذن الله لن يخذل ولن يهزم. فإرادة المولى عز وجل بإذن الله ووعده منجز، ليس اليوم بل من مما جاء في شرع الله مع نزول القرآن.
فهذه سنة كونية دائما. نعم. أهل الحق يضطهدون يقهرون، ولكن في الأخير لا ينصرون بإذن الله. نحن هذا الانتصار. نعم. دكتور طارق، هذا وفي جميع المدن يعتبر فيه انتصار. نعم. صحيح فيه معاناة، فيه ألم كبير جدا، فيه ظلم وقع على كثير من الناس، كثير من الناس هجروا، الكثير من البيوت دمرت، والكثير من الأضرار التي وقعت على الناس، لكن في الأخير الحمد لله كانت إرادة أهل الحق وعزيمة الثوار وجهادهم ونضالهم، في الأخير كان الانتصار، وكان الانتصار باهرا حقيقة. اليوم هذا الانتصار يعد انتصار تحتفل به جميع أحرار العالم، ليس في ليبيا فقط، بل أنا تابعت العديد من القنوات والعديد، وتواصل معي العديد من الثوار الأحرار في الدول العربية، يرون هذا الانتصار هو انتصار للإرادة الحرة، لإرادة ولعزيمة أهل الصدق وأهل الإيمان. فانتصارنا اليوم لا يمثل انتصار لثوار ليبيا فقط، بل هو انتصار لجميع الأحرار في العالم المتطلعين إلى الانعتاق والتحرر. طيب. من, نعم. من ربقة الحكم العسكر والزعامات وهذه الإمبراطوريات التي يتظاهرون بها أمام العالم. طيب ابقى معي رجاء دكتور طارق دعوب، لأني أريد أن أسألك يعني حول هذا الانتصار، كيف يمكن حمايته؟ يعني الثوار والشعب الليبي حقق انتصارات كثيرة في الماضي، ولكن للأسف كل مرة بعد كل تلك التضحيات تضيع هذه الانتصارات في دهاليز وكواليس السياسة. دعني فقط هنا أتحول إلى ضيفي السيد محمد إسماعيل الباحث الأكاديمي، وقد انضم إلي عبر الهاتف. سيد محمد إسماعيل، بداية أرحب بك وأهنئكم على هذا الانتصار الكبير الذي حققته قوات بركان الغضب وإعلانها تحرير مدينة طرابلس الكبرى بالكامل. سياسيا كيف تنظر إلى قيمة هذا الانتصار والتحركات السياسية التي تتزامن مع هذا الانتصار، سواء في موسكو أم في بزيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى أنقرة؟ تحية ليك وتحية لجميع الأحرار والشعب الليبي بهذه المناسبة العظيمة، واللي أنهت مشروع خليفة حفتر العسكري على طرابلس الآن بهزيمة هؤلاء الغزاة اللي كان بعد أكثر من عام وشهرين. خلاص يعني حلم خليفة حفتر العسكري قد فشل يعني في هذا الأمر. أما الكلام عن السياسة فأظن أن الآن سيزداد وتيرته، يعني ولا بد لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي على وجه الخصوص أن يكون في المستوى، وأن يضع خريطة واضحة، وأن يرسل رسائل تطمين لجميع الفرقاء الموجودين حاليا. فالناظر يعني اللي حدث في 4/4 أن كل المدافعين عن الدولة المدنية من كافة الأطياف جمعهم هدف واحد هو خليفة حفتر. الآن خليفة حفتر يهزم، فلا بد هؤلاء الأطراف أن يجمعهم مجموع، أن يجمعهم هدف جديد، وهذا يتمثل في الحكومة. الحكومة هي الشرعية حقيقة، لكن هي طرف. لابد أن تضع خريطة اقتصادية ورسائل طمأنة لليبيا تدعم عملية التحول الديمقراطي، يكون فيها شفافية واضحة، يكون فيها تنسيق مع الحليف التركي. اليوم سمعنا المؤتمر الصحفي اللي كان بين السراج وأردوغان في أنقرة، كانت عبارة السراج حقيقة يعني يدخل فيها حتى بعد عن الدبلوماسية اللي هي المرحلة القادمة، واللي طلب فيها حقيقة دعم الجانب التركي في عملية التنمية والاستقرار. فهذه الأمور أظن أن الخريطة التي يجب أن يطرحها المجلس الرئاسي حقيقة في المرحلة القادمة كيف ستكون؟ هل سنحتكم إلى وثيقة دستورية جديدة؟ هل ستكون أن نكون في مسار الأمم المتحدة من جديد، والذي لا نعلم أين سيدخلنا؟ لابد أن تتضح هذه الأمور في القادم، وهذا طبعا يكون بالتنسيق مع الجانب التركي. نعم طبعا. نعم. طيب على ذكر المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السراج يعني أكد على رفضه الجلوس مع مجرم الحرب حفتر،
وأن الحكومة ستلاحق الدول الداعمة لحفتر ملاحقة قضائية وقانونية. ألا تعتبر بأن هذا ربما أحد معالم الخريطة الواضحة التي أنت يعني الآن قبل قليل تؤكد على ضرورة وجودها؟ لا ليس المقصود. موضوع حفتر أعلن عليه حتى الرئيس التركي الآن أنه أصبح سيلاحق قانونيا. أنا أتكلم عن خارطية قادمة من الناحية السياسية، كيف ستكون؟ هل سنحتكم لمخرجات مؤتمر برلين لأن يكون لنا رئاسي جديد من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة، وهذه الحكومة ستكون لخليفة حفتر مثلا أمر فيها بحسب معطيات وحسب مبادرة عجيلة الأخيرة؟ لابد يعني حكومة الوفاق أن تطرح مبادرة من عندها وأن تفكر خارج الصندوق، هذا الذي قصدته أنا. أنت الآن أمامك أمر واحد فقط، إما قرارات المجتمع الدولي وأن تسير في نفس الناحية الأولى، يشكل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، وتشكل حكومة كذلك من رئيس ونائبين، والمطروح أنها ستكون بمبدأ المحاصصة وترسيخ لمبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة. ما أريد أن أصل لك أخي الكريم ولمن يستمع إلي الآن، هل المجلس الرئاسي حكومة الوفاق قادرة على طرح مشروع توافقي بين حلفائها على الأرض وتسويقه للمجتمع الدولي وفرضه بالأمر الواقع بعد تحالفها مع الحليف التركي؟ هل تفكر بهذه العقلية أم سنكون في نفس المسار وسنعيد سنكون في الحلقة الأولى وكأنه لم تحدث حرب أربعة ولم يتغير شيء؟ هذا ما قصدته. ابقى معي رجاء دكتور محمد. أعود إلى ضيفي سيد محمد النعاس. سيد محمد النعاس، بعد هذا الانتصار الكبير التي حققته قوات بركان الغضب، كيف سينعكس هذا على النقاط التي لا زالت ربما تتبع لخليفة حفتر، خاصة مدينة ترهونة، وهي كما تسميها أنت القاعدة الأمامية ربما لميليشيات حفتر؟ أولا اسمح لي بتعقيب بسيط عما قيل. يعني نحن نتحدث الآن على الحلول السياسية، والحرب لم تضع أوزارها بعض وبعد، وهذا أعتقد أنه هو يجانبه الصواب. يعني الحرب ما زالت موجودة، جيش حفتر وآلته العسكرية موجودة في برقة، ما زالت متربعة على في عاصمتنا الثانية بنغازي. إذا لم تحل هذه المؤسسة العسكرية المجرمة التي ارتكبت قتلت أكثر من 30,000 مواطن ليبي وشردت مئات الآلاف، وعندنا عشرات الآلاف من اليتامى والأرامل والبيوت المهدمة والمخربة، الآن ليس وقت الكلام عن الحلول السياسية. الواجب على الحكومة الأمر الواقع الآن القائمة هو التعاون مع عقابيل الحرب. الحرب المشكلتها ليس في أوارها وفي قيامها، الحرب فيما بعدها. الآن بعد أن تسقط الجفرة وتسقط مثلا سرت وتم تسقط بنغازي والرجمة، ينكشف لك الوجه الحقيقي للحرب، ينكشف لك حجم الدمار، حجم الخراب، حجم المآسي الإنسانية. نحن أمام مشهد يعني مرعب جدا. يعني أنت تو ممكن تتصوروا مثلا طريق عنزار وتشوف الدمار كأنك في حلب ولا في حماة بالضبط. يعني الحديث عن الحلول السياسية ما زال مبكر، وأنا مصر على أن السلطة القائمة الآن غير قادرة على معاناة عقابيل الحرب، فلابد أن يوجد حل سياسي آخر، لابد أن تدخل البلد في مرحلة انتقالية يقودها التكنوقراط. التكنوقراط يضعون الرؤية لخروج المأزق. نحن المرحلة القادمة إذا وضعت حرب وزارها سندخل في مرحلة تسمى مرحلة التقاط الأنفاس. نحن وضعنا يعني كئيب جدا جدا، نلتقط أنفاسنا ثم نلتقي إلى مرحلة البقاء على قيد الحياة. ليبيا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ليبيا تحت الملف الليبي ما زال تحت هيمنة ثلاثة أطراف كبرى في هذا العالم، هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا. هل ترفع يدها عنا؟ هل ستتركنا حرار في اختيار الحل المناسب لنا؟ هل تتركنا حرار في أن نعيش، في أن نلتقط أنفاسنا، في أن نبقى على قيد الحياة؟ أموالنا محجوزة، عندك 170 مليار دولار محجوزة بالخارج، منها 80 مليار دولار في المؤسسات. طيب هذا كله ربما هذا كله ولهذا الحديث عن حلول سياسية يعني سابق لأواني، الآن إلا بعد أن تضع الحرب أوزارها. هذه ناحية، ودخول البلد في مرحلة انتقالية مهم جدا جدا.
القفز إلى ما يسمى بالانتخابات وبالحلول المثالية سوف يضعنا في مأزق كبير جدا. هذه ناحية. أما بالنسبة للقاعدة العسكرية الأمامية لحفتر، هذه أنا أعتقد أتوقع أن خلال اليومين القادمين قواتنا سوف تكتسح هذه القاعدة دون قتال يذكر. لماذا؟ لأن جيش العدو الآن في حالة انهيار، ليس حتى تقهقر، في حالة انهيار. هو ليس لديه القدرة على الدفاع على تلك القاعدة تماما. هناك قاعدة تموينية فيها آلاف الأطنان من التموين، وهناك قاعدة عسكرية فيها غرفة العمليات. هل سنشهد انسحاب آمن له؟ أم سيتمكن سلاحنا الجوي في ملاحقته وضربه في عقر داره؟ هذا الموضوع الإجابة موجودة عند غرفة عمليات السلاح الجوي. إلى أين يمكن أن ينسحب، أن تنسحب بقايا ميليشيات حفتر المتحصنة في ترهون؟ ستنسحب عبر بن وليد، لا شك في ذلك، لأن الطبوغرافيا مسرح العمليات هكذا تقول. كل المعارك في العالم محكومة بالطبوغرافيا اللي هي التضاريس، الوديان، المساحات المبسوطة كذا إلى آخره، مساقط المياه إلى آخره، التي يحتوي عليها مسرح العمليات. العدو الآن ترك مسرح العمليات بالكامل تقريبا في المنطقة الغربية ما عدا خط واحد وهو سبيعة، فملغى ترهونة واشتات بن وليد، هذا مسرح العمليات. يبقى بعدين جزء كبير من مسرح العمليات وهو قاعدة الجفرة. أعتقد أن العدو سينسحب من ترهونة ولن يستطيع القتال فيها لأن سوف يدمر، وهذا يعتمد على ما تضعه غرفة العمليات من خطة لاقتحام المدينة. لكنني أتوقع أنها ستكتسح ترهونة بدون قتال يذكر، لكن يجب ألا يكرر الخطأ الذي وقعوا فيه في الأصابع. يجب عليهم أن يفتشوا ترهونة تفتيشا كاملا للحصول على القبض على المجرمين. يجب أن ينتبهوا إلى بؤرة الزنتان التي يتمترس فيها المجرم السفاح رقم 2 وهو إدريس مادي. هذا في رقبته آلاف الموتى في المنطقة الغربية، يجب البحث عنه، لا ذكر له الآن. لابد من القبض عليه، لابد من القضاء على هذه البؤر، وإلا كأننا لم نفعل شيئا. بن وليد نفس الشيء، لابد من تطهيرها من العناصر المجرمة التي ساندت المجرم حفتر في قتاله في طرابلس. فهذه يعني اللعب هنا لا يجوز. ما لدينا أرواح، لدينا آلاف القتلى، لدينا 30,000 قتيل من 2014 إلى الآن كلهم في رقابنا. لابد أن نتأرى لهم، لابد أن ننتصر لهم، لابد أن نقتص لهم، وإلا كأننا نلعب، يعني لا نحارب وإنما نلعب. هذا هو رأيي. إذا لا تزال هناك العديد من المناطق ربما وليست ترهون لوحدها التي تحتاج إلى التعامل معها ربما عسكريا. أعود إلى ضيفي هنا سيد المهدي كشبور. سيد المهدي، ربما استمعت إلى ما تم طرحه من نقاط، ربما أبرزها ما قاله السيد محمد، الدكتور محمد إسماعيل، من ضرورة وضع رؤية سياسية لما بعد أو لكيفية التعامل مع بعد سقوط خليفة حفتر، أو كيف النظام التي سيتعامل به الليبيون. السيد محمد النعاس ربما يخالف وجهة النظر هذه جزئيا أو كليا لا أدري، لكن يقول أن الحديث عن الحلول السياسية الآن سابق لأوانه. ألا ترى أنه قد يفرض عليك أحيانا الحديث في السياسة وفي الحلول السياسية، خاصة مع الضغوط الدولية التي نعلمها؟ نعم، هو كلا كلام الأخوين يعني صحيح. اليوم ليس الوقت المناسب للحديث عن الحلول السياسية، ولكن سيد محمد إسماعيل لم يتحدث عن حلول سياسية، تحدث عن إيجاد رؤية للحل السياسي مستقبلا. أنت لن تمضي دائما في الحرب، طيب بعد أن تحرر المنطقة الشرقية ما هي رؤيتك السياسية؟ كيف ستشكل سلطة سياسية؟ كيف ستنتقل؟ هل ستصنع إعلان دستوري جديد أم تعدل السابق؟ يعني هذا مقصود بالرؤية، كما وضعها المجلس الانتقالي مثلا في 2011 قبل تحرير طرابلس، وضع الإعلان الدستوري كان هو الرؤية لمرحلة ما بعد التحرير. إذن يعني لا تناقض بين الرأيين. كلام السيد محمد نعاس صحيحا إذا؟ السيد محمد نعاس يتحدث على أن اليوم ليس الوقت للحلول السياسية، يعني لا يمكن أن نصل لحل سياسي مع خليفة حفتر أو فريق خليفة حفتر. ويجب أن نمضي في المعركة العسكرية، صحيح، هذا صحيح. واليوم يعني المجتمع الدولي
بدأ يقتنع بأن لا حل إلا الحل العسكري، وإن لم يصرح بذلك، ولكن يعني مواقف تركيا واضحة في أن يجب اجتثاث خليفة حفتر والقضاء على الميليشيات التي صنعها والقضاء على المرتزقة الذين أتى بهم، وبالتالي والمجتمع الدولي لم يعني يندد بهذا الموقف، على العكس كان يبرر. يعني اليوم تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث على أن دخول تركيا مبرر بسبب دخول الروس. إذن نحن كلا الرأيين صحيح ولا يتعارضان. سيد محمد إسماعيل يتحدث عن إيجاد رؤية سياسية في المستقبل، وسيد محمد نعاس يتحدث عن استكمال التحرير اليوم. إذن كلا الرأيين يكمل بعضهما. نعم. طيب. وبالفعل يعني المجتمع الدولي بالتأكيد هو ينتظر اليوم رؤية حكومة الرفاق لمرحلة ما بعد التحرير، والتي اليوم بدأ سيد فيصل راشفي إعطاء مؤشرات ربما لم ترسم الخريطة بشكل تفصيلي، ولكن هناك مؤشرات. حفتر خارج المشهد، يجب أن تفرض حكومة الوفاق سيطرتها على كامل الوطن، وبالتالي حكومة الوفاق متمسكة بوحدة التراب الليبي، متمسكة بفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي، متمسكة بأن خليفة حفتر لن يكون قولا واحدا طرفا في أي حل سياسي مهما كان. في يعني كيف نفهم في ظل ما تقوله سيد المهدي كشبور الإعلان السابق، يعني في من يومين أو ثلاثة أعلنت حكومة الوفاق عن قبولها استئناف مباحثات وقف إطلاق النار ما يعرف بلجنة خمسة زائد خمسة، وهي يعني لجنة عسكرية تمثل قوات حكومة الوفاق، وتمثل اللجنة الأخرى الطرف الآخر يمثل خليفة حفتر. والآن نسمعه يقول لن نجلس للحوار أو للتفاوض مع حفتر. ألا ترى هناك شيء من التناقض أو الارتباك؟ لا لا لا، دعنا نتحدث عن هناك حوار سياسي وهناك حوار عسكري. هذا الحوار العسكري هو المقصود به لجنة من خمسة من كل طرف. هذه اللجنة تجلس وتقرر ماذا يحدث في الصراع العسكري. ربما وأن أن يكون فحوى الحوار أن تستسلم قوات خليفة حفتر لقوات الوفاق. هذا جائز. إذا نحن لا نتحدث عن حل سياسي. الذي ينهى عنه سيد محمد النعاس هو إيجاد حلول سياسية. اليوم نتحدث عن إيجاد يعني حلول عسكرية، وهي وبما أن حكومة الوفاق تؤكد أن عازمة على الاستمرار على تحرير كامل ليبيا أو فرض سيطرتها على كامل ليبيا، إذا مطالبها سوف تكون منسجمة مع هذه الرؤية. الرؤية هي هدف بعيد، والخطوات التنفيذية كيف نصل إلى هذه الرؤية. ما يسمى بالقيادة العامة التي ترأسها حفتر أصدرت بيانا تدعي فيه بأنه بناء على مشاركة استئناف مباحثات وقف إطلاق النار ولجنة خمسة زائد خمسة ولإنجاح الأعمال المرتقبة لدعم الحل السياسي وكمبادرة سياسية واستجابة لمطالبة العديد من الدول والمنظمات، يعني وكمبادرة إنسانية أيضا، تقول أصدرت أوامرها بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس. كيف تنظر أنت إلى هذا البيان؟ نعم، هذا البيان يعني أصدره خليفة حفتر لكي يستطيع مسح تعرق على جبينه الناتج من الموقف المحرج الذي وضع نفسه فيه، وبالتالي هو فقط يعني لمحاولة إرضاء جمهوره أو إيجاد يعني مبررات لجمهوره يسيق بها هذه الهزائم، وإلا إعادة تمركزات تكون بقتال كيف يعني كيف يحدث هذا. قوات خليفة حفتر وميليشيات خليفة حفتر مرتزقته انسحبت مئات الكيلومترات يعني إلى بن وليد وما إلى ذلك، أيضا البعض منها ترك يعني حتى انقضت عليه قوات بركان الغضب ودخلت معه في اشتباك وانتصرت عليه وأسرت من أسرت وقتلت من قتلت. إذا عن أي إعادة تمركز يتحدث عليه؟ هذا بيان هزيمة بشكل يحاول أن يخرجه خليفة حفتر بشكل منمق يعني. نعم دكتور طارق دعوب، يعني أعود إليك مجدداً،
تحدثت عن هذا الانتصار الكبير الذي تحقق بفضل ما أشرت إليه من تضحيات من الشعب الليبي، من مقاتليه، من الثوار، من أحراره، ومن أجل تحقيق الأهداف التي ذكرتها من الدولة المدنية ودولة العدل والدستور والقانون. وهنا يعني أسألك دكتور طارق دعوب، يعني هذه الانتصارات وهذه التضحيات كانت في السابق لطالما تضيع للأسف الشديد في دهاليز وكواليس السياسة. أنتم يعني كيف تنظرون إلى هذا الأمر، وهل هناك رؤية من أجل الحفاظ على ما يتم تحقيقه من انتصارات من أجل ألا تضيع سدى كل هذه التضحيات؟ طبعا التضحيات التي قدمها الثوار وقدمها الجيش الليبي حقيقة أشياء تسجل بمداد الذهب، بمداد الذهب، وسيقرأها أبناؤنا وأحفادهم وأحفاد أحفادهم. هذه ملاحم حقيقة تاريخية يجب ألا تترك هكذا، بل يجب أن تدرس هذه المعالم التاريخية وهذه الملاحم وهذه المشاهد. ولكن كل هذه البطولات تظل يعني تظل أشياء يجب الحفاظ عليها من خلال إيجاد جسم يحافظ على الثورة ويحافظ على مبادئ الثورة. نحن يعني رأينا المسار من 2011 إلى الآن، ونجد أن أصبح المشهد القائم يعني يبعد الثوار عن الحراك السياسي، ويرى أن الثوار يجب أن يتم احتوائهم وكذا. أنا من خلال منبركم حقيقة بنقول بعض النقاط. ومن الذي سيحتوي الآخر؟ هل الثوار هم الذين سيحتوون من هم في المشهد السياسي، أم من هم في المشهد السياسي هم الذين سيحتوون الثوار؟ الثوار هم عماد هذه الدولة، ويجب أن يرسموا خارطة سياسية وخارطة لمشهد ليبيا في المستقبل من خلال إنشاء جسم الحرس الوطني. هذا القرار الذي أنشئ في 2015 من قبل المؤتمر الوطني، قرار رقم 2 يجب أن يتم تفعيله، لأنه يحافظ على كينونة الثورة ويحافظ على الثوار ويحافظ على استحقاقاتهم وعلى أسر الشهداء وعلى الجرحى وعلى جميع من وقع عليه ضرر من الأضرار. أيضا يظل هذا إرث يجب أن يحافظوا عليه ويفتخروا به، ولا ينتسب أحد إلى هذا الحرس الوطني إلا الثوار وأحفادهم، لأن هذه أوسمة وقلائد تقلدوها وعبء تحملوه سواء اليوم أو مستقبلا، حتى من أراد مستقبلا أن يدوس على الدستور ويريد أن يقفز على الدولة المدنية يجب أن يكون الثوار من جديد في المشهد، ويرجع الثوار من جديد لأجل توضيح المسار ووضع المسار الصحيح للدولة الليبية. أيضا الثوار إذا كان بيسلموا مقاليد الدولة إلى المسار المدني، عليهم أن يحتفظوا بالحرس الوطني، وعليهم أن يحتفظوا أيضا بجهاز مكافحة الفساد، وعليهم أن يحتفظوا أيضا بجهاز المخابرات. هذه الأجهزة الثلاثة هي التي تضع مسار الدولة المدنية في المسار الصحيح، بمعنى أن الثوار يراقبون عن بعد. لا نقول أن الثوار يكونوا في المشهد ويكون لهم دور مثل حركة اللجان الثورية، لا، لكن نقول هذه الجهود التي بذلت وهذه الدماء التي أرزقت وهذا الكفاح وهذا النضال وهذا الجهاد لا يجب أن يترك هكذا، نسلم مفاتيح الدولة لأناس لم يعيشوا الحدث ولم يعيشوا المشهد، يقومون بالسرقات وبالاختلاسات ويضيعون حقوق الناس، بل ينظرون إلى الثوار بالذراع ويحتقرونهم ويقولون هؤلاء يجب أن يتم إبعادهم وإلى غير ذلك، وهذا ما لاحظناه طوال السنوات الماضية. عليه يجب أن يعاد النظر في المشهد من جديد، وعلى الثوار، نحن لا نقول أن الثوار بمعنى يسيطرون على 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 المشهد، لكن نقول يجب أن تكون هناك قنوات يضع الثوار أيديهم عليها، اللي هو الحرس الوطني، وهذا لا يتعارض مع الجيش ولا يتعارض مع مؤسسة الشرطة،
بل نحن ندعو الى بناء الجيش، والجيش يكون بتقنيات وبيكون بامكانيات محدوده، لا يتم اهراق الماء هكذا مثل ما يفعل مجرم الحرب. وايضا يجب ان يضعوا ايديهم على مواطن الفساد ويتم معاقبه من يسرقون اموال الدوله سواء في الداخل او في الخارج، سواء على صعيد الخارجيه وسفاراتها وما يحدث في اموال الدوله الليبيه في المصرف الخارجي الى غير ذلك. هذه يجب ان تسجل وتوثق، وعلى الثوار ان يعدوا انفسهم. لكن نحن نقول ان الان المعركه لم تنتهي بعد، فعلينا ان نوحد الصفوف لاجل ان يتم هزيمه هذا العدو. العدو عدو سرد وعدو متحالف مع دول كبرى تعطي المال وتنفق البال ومستعده ان تاتي برجال سواء كانوا من دول افريقيه او من دول جنوب امريكا او الى غير ذلك من الدول يعني المرتزقه في اي مكان. نحن لا نقول ان المعركه انتهت، بل يجب ان نعد العده. ما استطعنا ان ناخذه بالسياسه يكون هو الافضل، ما لم نستطع فليكن الميدان ولتكن الحرب. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور طارق دعوب أحد أعيان وثوار مدينة زليتن، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك جزيل الشكر. كذلك أشكرك أستاذ المهدي كشبور المحامي والخبير القانوني على تواجدك معنا هنا في الاستوديو، والشكر كذلك للأستاذ محمد النعاس المحلل السياسي والعسكري، كنت معنا من استوديوهاتنا في طرابلس، ونشكر كذلك الدكتور محمد إسماعيل الباحث الأكاديمي كان معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية لا زالت مستمرة ونلتقيكم بعد قليل. إلى كل أبطالنا في محاور القتال، نعلن في هذه اللحظات التاريخية تحرير العاصمة طرابلس بكامل حدودها الإدارية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.